Çok teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Şükran cezilen a'da sahafe el kiram. أنا أقدم الشكر الجزيل في بداية كلمتي من الصميم لنظير معالي سامح شكر لهذه الدعوة ولحسن الضيافة في هذا المكان التاريخي. هذه هي أول زيارة لي من مصر كوزير خارجية. من قبل أتيت إلى القاهرة مرات كثيرة، وطبعا وجدنا إمكانية العمل مع زملائنا مع نظيري السيد شكري، وكان لدينا اجتماعات مشتركة. طبعا مصر التي لنا معها ماض مشترك وروابط متجذرة، لها ثقل استراتيجي في العالم العربي وأفريقيا والبحر المتوسط، وهي دائما لاعبا بمثابة المفتاح من أجل استقرار وأمن المنطقة. بدأت منطقة البحر المتوسط التي تعتبر مهدًا للحضارات وملتقى للقارات الثلاث من جديد بالتمركز على مركز السياسة العالمية. التعاون الوثيق بين تركيا ومصر البلدان هامان لمنطقة البحر المتوسط هام للغاية من أجل الاستقرار والسلام والرفاهية في حوض المتوسط الواسع. وخلال زيارتي تم استقبالي صباح اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقلت لفخامته التحيات الحارة للرئيس رجب طيب أردوغان. وخلال القبول والاستقبال ركز على العلاقات بين مصر وقدم لنا التوجيهات فيما يتعلق بارتقاء العلاقات أكثر بكثير. وأيضا وكان الرئيسان قد التقيا في الشهر الماضي في قمة جي 20، كما تم اتصال هاتفي بينهما قبل 5 أيام حول التوتر الإسرائيلي الفلسطيني. ولهذا السبب أود أن أتطرق أولا إلى موضوع فلسطين. نحن كتركيا قدمنا الأهمية دائما لدور مصر لدعمها القضية الفلسطينية من الناحية التاريخية، ولدورها في إزالة الاحتياجات الإنسانية لإخواننا العزل في غزة من خلال بوابة رفح الحدودية. وكنا في استشارة عن كثب حول القضية الفلسطينية، ولقائنا اليوم أتاح لنا الفرصة لبحث هذا الموضوع. القضية الفلسطينية هي قضية تتقاسم تركيا ومصر موقفا مشتركا بشأنها. ما يحصل منذ 7 أكتوبر هي تطورات ليس لها مثيل منذ فترة طويلة. نرفض ونشجب من دون شك الاعتداءات التي تهدف المدنيين العزل ومقتل المدنيين، ولكن المسألة الأساسية هي تأجيل المتواصل لحل عادل ودائم في فلسطين. وطبعا مثلما تكرهون في هذا السياق، فان ممارسات اسرائيل مثل المستوطنات غير الشرعيه والتحريضات في القدس ومسجد الاقصى والاعتقالات غير المبرره كلها تؤدي الى تعميق الاحتلال. نحن كتركيا ومصر نفكر بان الحل الوحيد الصالح هو حل الدولتين، اي اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه مستقله وذات السياده ولها تكامل جغرافي. نحن كتركيا نفكر بمدى أهمية هذه النقاط الأربعة التي سأتطرق إليها بعد قليل. وقبل كل شيء، يجب منع مقتل المدنيين من أي طرف كان. الأول طبعا نرى بأن هناك بعض الدول تحاول إظهار عمليات الانتقام الإسرائيلية دون التمييز وكأن تدخل شرعي. يؤدي مثل هذا النهج المشوه وغير إنساني إلى العنف أكثر بكثير وإلى خسائر في أرواح العزل. وأيضا نحن أود أن أؤكد بأننا ندعو إسرائيل مرة أخرى إلى الالتزام بالقانون الدولي والقيم الإنسانية. والأمر الآخر هو منع توسع نطاق الاشتباك من الناحية الجغرافية. نحن نعارض ذلك، نحن كتركيا أيضا في حالة استشارة مع مصر في هذا الموضوع. ونعم نحن كتركيا في حالة استشارة القريب مع البلدان التي تتمتع بنفس الأفكار أيضا في هذا الموضوع. الأمر الثالث الآخر، البدء من جديد لمسيرة السلام على أساس حل الدولتين. يمكن تأسيس السلام في الشرق الأوسط مع الفلسطينيين وليس فقط مع بدائل إقليمية، لأن بدون سلام لا يمكن تأسيس الأمن بالمعنى الحقيقي. الأمر الرابع هو علينا كدول إسلامية في المنطقة أن نستطيع تأسيس آلية لتكون ضمانة للسلام العادل والدائم للفلسطينيين. كما تناولنا مع نظيري الأخ سامح شكري طرق نقل المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة، الموضوع الذي نتناوله أيضا تناوله رؤساء الجمهورية بلدين. وفعلا لقد وصلت طائرتنا التي تحمل مواد إغاثة العاجلة إلى العريش، وشكرا جزيلا لدعمكم في هذا الموضوع.
وأيضا فضلا عن تقييمنا موضوع إخلاء المواطنين والجرحى وتباحثنا مواضيع أخرى مثل إقامة المستشفيات الميدانية. أعضاء الصحافة، عندما نلقي النظرة على جدول أعمالنا على الصعيد الثنائي، كما هو في علمكم فقد رفعنا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تعيين السفراء بالتبادل إلى مستوى الحقيقي، وواجهنا أفاقنا نحو المستقبل ودخلنا إلى مرحلة جديدة نركز فيها على التعاون. ويخطط القيام بزيارات متبادلة مع معالي الوزير، وأيضا نواصل مع معالي الوزير فيما يتعلق بإنعاش اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي على المستوى أيضا من أحد بنود جدول أعمالنا كانت. وسنواصل تعزيز تعاوننا في مجالات التجارة، اقتصاد، الطاقة والطيران والسياحة والثقافة والتعليم والاتصالات والصناعات الدفاعية. التجارة والاقتصاد هما من أقوى عناوين علاقاتنا الثنائية. التبادل التجاري وصل خلال العام الماضي إلى حوالي 10 مليارات دولار، وتم تحطيم الرقم القياسي في هذا الصدد. الهدف هو الآن الوصول إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات. استثمارات شركاتنا التي تسهم للاقتصاد المصري والتركي في حدود 2.5 مليار. وقد يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات. وزراء التجارة في البلدين واصلين السفر من أجل تنظيمات جديدة قد تشجع على الاستثمارات. الطاقة أيضا من أهم المجالات التعاون بيننا. نحن كبلد الأكثر استيراد من LNG من مصر، نرغب بتنويع التعاون في هذه المجالات، كما أن تكاثف التواصل البشري بين الشعوب أمر يبعث على الامتنان. خلال السنة الماضية 227,000 من المواطنين المصريين السياح أتوا إلى تركيا، وأيضا هناك زيادة هائلة في عدد السياح الأتراك إلى مصر بعد منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك في البوابات الحدودية. وأنا واثق أيضا بأننا سننفذ أيضا مشاريع ملموسة في مجال التعليم والثقافة على أساس تاريخنا المشترك. وأقدم شكري أيضا للسلطات المصرية لترميم جامع سليمان باشا الخادم الذي يعتبر أول جامع عثماني في القاهرة. تباحثنا اليوم فضلا عن العلاقات الثنائية التطورات الدولية أيضا، بالإضافة إلى ذلك مثلما ذكرنا إلى توتر الإسرائيلي الفلسطيني، تناولنا تطورات في السودان وكذلك في سوريا وليبيا في نفس الوقت. أعضاء الصحافة الكرام، ولقاءاتنا ستزداد كثيرا في المرحلة المقبلة مع معالي الوزير مرة أخرى. وكل الشكر الجزيل لمعالي شكري والسلطات المصرية لحسن الكرم والضيافة. ولهذا السبب المناسب أعبر عن خالص حبي واحترامي للشعب المصري الشقيق.